ما بين العهد القديم والعهد الجديد، الحلقة الخامسة. خامسا، الوصايا العشرة على جبل حوريب، خروج 18-20. في البرية يقيم موسى قضاة على الشعب فيعلمهم الطريق الذي يجب أن يحكموا فيه بين الناس. وصعد موسى وحده إلى جبل حوريب، أما الشعب فلم يقترب أحد منهم من الجبل لأنه خاف أنه حينها قد يموت. وتجلى الله نازلا هناك على جبل حوريب ليعطي موسى لوحي الوصايا العشر، وأعطاه الشريعة وتعليمات بناء مسكن الرب بأدق التفاصيل، نقرأها في خروج 25-31. ولما نزل موسى من الجبل وجد أن شعب إسرائيل قد صنع له عجلا من الذهب وشرعوا يعبدونه، فحطم موسى لوحي الشريعة. الأرثوذكسية، منارتك في الظلام.